استشاري البطنة ومنسق مبادرة رئة وردية. صباح الخير على حضرتك. صباح الفل، زي حضرتك، ومبسوط ان انتوا بتناقشوا حاجه مهمه لناس كثيره وشباب كثيره مقتنعه طبعا بان الفيب او التدخين الالكتروني اخف ضرر. طبعا معنى كده ان حضرتك شايف ان الدراسه دي صح؟ طبعا، ودي الدراسه دي كمان معموله في البلاد اللي فيها قوانين بتقنن الموضوع، يعني عارفين محتويات المنتجات ديت والسوائل الالكترونيه. في بعض الدول بقى اللي مفيش فيها قرارات وقوانين ومراقبة في مشاكل كتير. احنا حتى في رئة وردية او في مؤسسة صحة مصر جبنا حاجات من المنتجات اللي موجودة في السوق المصري، وفعلا لقينا فيها سموم كثيرة، لان طبعا نقاوة الجليسرين والجلايكول والمواد المضافة والزيوت وحتى كمية النيكوتين اللي موجودة فيها عالية، وبتسبب مشاكل أمراض ما كناش حتى بنشوفها في السجائر العادية. أو حتى الحاجات الغالية منها يا دكتور، لأن الأسعار مختلفة، ويمكن في حاجات الناس بتستخدمها أو معظم الناس بتستخدمها، فحتى دول كمان. مبسوط جدا من السؤال ده، لأن فعلا ناس كتيرة مقتنعين ان منتجات بيقولوا لها البريميوم، يعني اسمها كده حتى البريميوم اللي هي اعلى حاجه، بتبقى فيها برضو مواد مش موجودة خالص في السجاير ومش موجودة في الشيشة، وبتلزق على الشعب الهوائية بتسبب رئة الفشار. هو طبعا الجليسرين والجلايكول رئة ايه؟ معلش عشان ما سمعتش، بتسبب رئة الفشار، بوب كورن لانج، دي مرض ما كناش بنشوفه. هو الجليسرين والجلايكول والزيوت بتلزق على الشعب الهوائية فبتنشف هذه الشعب الهوائية، المفروض انها الاستيك او يعني فيها مرونة شوية، بتعمل تضخم يعني شوية في الرئة. بالظبط، التضخم في الشعب الهوائية بتبقى الشعب الهوائية اللي بتخش بيحصل تبادل الاكسجين، بتبقى لزجة، بيبقى فيها لزوجة وبتنشف فعلا، بتبقى عاملة فعلا زي او شبه الفشار، ضخمة وفي نفس الوقت مش ما بيخشش الاكسجين وما بيحصلش التبادل المناسب. وطبعا في حاجات كثيره بقى، امراض كثيره، لان السجائر الالكترونيه فيها معادن اللي هي السخان اللي هو بيسخن المواد اللي هي اللزجه والسوائل الالكترونيه. وطبعا المصيبه الكبيره هي الزيوت اللي هي العطريه، المفروض اللي بتدي نكهات، مع انها دي الحاجه اللي بتشد الشباب واللي بتشد السيدات لهذا الموضوع، لانها لذيذه، بتطلع كميه دخان كثيره، فدي بتاثر. وكمان في مصيبه الملح الالكتروني او سولت نيكوتين، نيكوتين ملح النيكوتين ده كميه النيكوتين اللي موجوده فيه بتعادل 3 علب إلى 4 علب من السجائر العاديه. وطبعا النيكوتين برغم وجوده بشكل طبيعي في البني آدم، بس وجوده بالكمية ديت في الجسم بيأثر على مراكز التركيز ومراكز الإدمان بصفة عامة في المخ، وبتأثر طبعا على الناس، وبالذات لو الشباب تحت سن 18 سنة اللي هو لسه المراكز دي بتتشكل، والمراكز دي مرتبطة بالتحصيل الدراسي، بالعصبية، يعني النيكوتين حتى كميته اللي موجوده في السوائل الالكترونيه سيئه جدا ومضره بالذات للسن الصغير وللشباب، وطبعا اكيد للكبير. يعني هل الضرر بتاعها بيختلف السجائر الالكترونيه من في اعمار معينه او من فرد لاخر، ولا هي ضررها كبير على الكل ايا كان بقى هو مين او سنه ايه بالظبط؟ سؤال ذكي جدا، وبالتاكيد زي ما بنقول التدخين بصفه عامه بيضر بالأجسام المختلفة حسب السن وحسب حجم الجسم وحسب استعداده للأمراض، وعشان كده بنلاقي ناس ممكن بتدخن لسنين وسنين وما حصلهاش ضرر، وفي حد من سنوات تدخين بسيطة وكمية حصل له ضرر كبير، حصل له ضرر لأن عنده استعداد تمام جيني، ما بيلعبش رياضة، عنده مرض زي سكر، زي ضغط، حاجات أخرى. تمام يا دكتور، يعني أقدر أستخلص طبعا إن السجائر الإلكترونية ليها ضرر كبير، وزي ما قلنا في الدراسة دلوقتي إن فعلا أضرارها أكبر بكتير من السجائر العادية. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور وائل صفوت، استشاري البطنة ومنسق